طب بما ان حضرتك اتكلمت وبدات بالدور المحوري لمصر والحقيقه ان البرلمان المصري عليه الكثير من الادوار، وفيما يتعلق الدور الدبلوماسي والدور الخارجي والعلاقات الخارجيه ده جزء اصيل من ادوار البرلمان المصري. في ملفات مؤخرا واخيرا كان ملف البرلمان الاوروبي المتعلق بحقوق الانسان، والمجلس النواب خرج ببيان، والمجلس البرلمان العربي خرج ببيان بانه تسييس للملف وبأنه تدخل سافر في شؤون المصرية. كيف تكون تحركات البرلمان المصري في مثل هذه الملفات يا سيادة النائب؟ الحقيقة كان واضح الموقف اللي خده مجلس النواب المصري، البيان اللي صدر عن مجلس النواب المصري، صدر أيضا بيان من حزب مستقبل وطن واضح، وأيضا وجه نفس أوجه النقد لبرلمان لبيان البرلمان الأوروبي أو مشروع قرار بتاع البرلمان الأوروبي. معظم الأحزاب تصارعت وأبدت رأيها بوضوح في هذا الموقف. أعتقد أن القوى السياسية كان موقفها واضح من هذا البيان بتاع الاتحاد الأوروبي أو مشروع القرار، لأنه بيمثل بشكل أو بآخر تعدي على حقوق السيادة وتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية من ناحية. من ناحية أخرى أعتقد أن كل البيانات التي صدرت أجمعت على أن في غض بصر من البرلمان الأوروبي لما يدور في الكثير من بقاع أوروبا ومناطق أخرى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ان دي مش اول مره يعني يتجه موقف البرلمان الاوروبي الى توجيه النقد للدوله المصريه. يمكن ده دايما بيبقى مرتبط بتطورات سياسيه بتحصل في بعض دول العالم، او تغير في بعض انظمه الحكم او قيادات بعض الدول، وبالتالي بيتم التحرك بالشكل ده. ده فضلا عن اني دائما خلال السنوات الأخيرة أعتقد الشعب المصري كله بيلاحظ أني في شهر ديسمبر من كل عام ميلادي وبدايات شهر يناير بيبقى في تحركات لقوى الشر والإرهاب، تحركات مكثفة عن طريق أدواتهم الإعلامية أو تحركاتهم في بعض دول أوروبا. أنا مش هذكر دول بعينها لأني مش متخصص في الشأن الخارجي، لكن بأكد أن بيحصل تحرك في بعض المناطق في أوروبا أو بعض الدول الأوروبية اللي لهم تجمعات فيها، وبالتالي بيبدأوا يتحركوا ويعملوا مساعي لخلق حالة من التوتر أو الضغط على الدولة المصرية. لكن أنا بيهمني في هذا المجال أن أقول مش موقف مجلس النواب المصري بس، لا، موقف الشعب المصري هو اللي موقف واضح وداعم للسياسات اللي بتقوم بها الدولة المصرية، واللي لا ينكرها إلا جاحد، خاصة في ملف حقوق الإنسان. وأعتقد أن ملف حقوق الإنسان مش بس النقاط اللي بيتكلم فيها البعض، لكن كمان كان على الجميع أن يضع قواعد موضوعية أو معايير موضوعية عندما يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر. فلماذا لم يتحدثوا مثلا عن الطفرة التي حدثت في برامج الحماية الاجتماعية ومجموعة التشريعات اللي صدرت عن البرلمان المصري واللي رسخت لفكرة العدالة الاجتماعية؟ لماذا لم يتحدثوا عن أن مشروعات القوانين التي أقرت وصدرت في مجال التنمية الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة ساعدت مصر أن تقاوم عكس الكثير من دول العالم أثناء مواجهة فيروس كورونا؟ وأعتقد أن المؤشرات اللي صدرت عن مؤسسات مالية دولية بتؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التصدي أثناء مواجهة كورونا، وحقق هامش نمو في الربع الأول من عام 2020، وده عكس دول كتيرة قوية اقتصادياً.